إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنت خير الراحمين. هذه الآية 118 من سورة المؤمنون، حيث يقول ربنا جل جلاله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله جل جلاله هو أرحم الراحمين. من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. نقرأ في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لن تستقيم حياة الناس إلا بتمثل قيمة الرحمة في هذا الوجود، بل لن نستحق أن ينظر الله إلينا بعين الرحمة إلا إذا تمثلنا الرحمة في حياتنا، في أسرنا، مع جيراننا، في عملنا، في حرفتنا، في تعاملنا مع الناس، في تعاملنا مع الحيوانات، في تعاملنا مع الشجر، مع سائر الكائنات. فإذا نظر الله إلينا بعين الرحمة سيتغير حالنا إلى أحسن حال. فالرحمة دليل على كمال الفطرة، الرحمة دليل على صفاء القلوب، الرحمة أمارة على صفاء السريرة، الرحمة هي مشاعر تملأ القلوب ثم تترجمها الجوارح في الحياة، ولكن مكمنها، مسكنها، موطنها القلوب. فإذا ملأت الرحمة قلوب الناس ترجمها الناس في حياتهم، في أفكارهم، في سلوكاتهم، في أقوالهم، في سائر تصرفاتهم. ربنا جل جلاله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة لأن الله أعطاه الرحمة، وقال في آية القرآن في سورة الأنبياء الآية 107: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون هم الإنس والجن وسائر الكائنات والعوالم، ما نعلم وما لا نعلم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في سورة آل عمران الآية 159: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الرحمة تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الكائنات، مع جميع الناس، مع المؤمنين والكافرين، مع الطائعين والعصاة. ويكفي أن أذكر أنموذجا واحدا حصل عند فتح مكة، وكلنا يتذكر أنه أخرج من قريته التي يحبها وهي أحب أرض إليه، أخرج بعدما عذب وعذب أصحابه، بعدما أهين وأهين أصحابه، واعتمد الكفار والمشركون جميع ألوان الأذى المعنوية والمادية. ويكفي أن أذكر آية واحدة تترجم ذلك المشهد الذي كان يعيشه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حينما قدر الله أن يعود إلى مكة فاتحاً شامخاً ثابتاً ثبات الجبال الرواسي، قال لأولئك الذين عذبوه، الذين أخرجوه عنوة ظلما وعدوانا، قال لهم بلسان الرحمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد مكنه الله منهم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. موقف جليل، موقف جميل تمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاني الرحمة. ونقرأ في القرآن، القرآن في حد ذاته رحمة، كما قال الله في سورة الإسراء في الآية 82: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، عليكم بالشفاءين. فإذا كان الشفاء الأول العسل وشفاء للناس كما ورد في القرآن، ولكن الشفاء الثاني القرآن الكريم، شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمثل معاني الرحمة في سيرته العطرة، في سنته العملية، تمثلها أيضا في سيرته وفي سنته القولية في أحاديث تترى. أذكر على سبيل المثال الحصر الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي في سننه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. ليتغير وجودنا إلى أحسن وجود، ليتغير حالنا إلى أحسن حال،
لا بد أن نتمثل قيمة الرحمة في جميع المجالات، في جميع الفضاءات. فالله عز وجل رسم لنا طريق النجاة من خلال تمثلنا لقيمة الرحمة في وجودنا. الرحمة مع الوالدين وبالوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نشهد الآن ما يسمى بدور الرحمة، هكذا تسمى دور العجزة، وتسمى بلغة لطيفة دور الرحمة. لو كانت الرحمة تملأ القلوب ما كنا في حاجة إلى دور الرحمة، بل ما وجدت دور الرحمة إلا لضعف الرحمة في القلوب. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الرحمة بالعصاة، بالآثمين المذنبين، ربنا يخاطبهم كما في سورة الزمر الآية 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يخاطب هؤلاء الآثمين المسرفين في المعصية، ولكن يملأ قلوبهم بالرحمة والأمل التي تدفعهم إلى التوبة والعمل. لأن الآيات والأحاديث النبوية التي تدعو إلى المغفرة وتيسر التوبة هي لا تدعو إلى ارتكاب الآثام، بل تيسر التوبة ولا تدعو إلى المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الرحمة بين الوالدين والأولاد، رحمة الوالدين بالأولاد. ربنا يقول في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: في أولادكم. إذن معاني الرحمة لابد أن نتمثلها في الأسرة، والأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع. إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع قويا متماسكا، وإذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة سيكون المجتمع كذلك. فالنتيجة حتمية، تلك المقدمات تنتج تلك النتائج، الأسرة. لذلك ربنا عز وجل أمرنا الأزواج بتمثل قيمة الرحمة في حياتهم الزوجية في آيات كثيرة. نقرأ في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نقرأ في سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت الرحمة حاضرة بين الأزواج فلا طلاق، وإن وقع الطلاق لا يتشرد الأولاد. أتدرون لماذا؟ لأن الرحمة لا تزال حاضرة حتى بعد الطلاق. إذا كان الطلاق هو آخر الحلول، القرآن يرافق هذه الأسرة بعد ذلك لحسن مرافقة الأولاد. بدليل في سورة البقرة، بعدما نص القرآن على أحكام الطلاق في الآية 237، ربنا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والعبرة كما يقول الأصوليون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا انقطعت العلاقة بين الزوج والزوجة، ولكن لم تنقطع علاقة الوالدية، فالزوج صار أب الأولاد، قد كان كذلك، والزوجة أيضا هي أم الأولاد. لذلك ربنا عز وجل ذكر آيات وأحكام كثيرة في الشريف القرآن، بعد ذلك قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ولكن قبل ذلك العلاج موجود في القرآن، ولكن القرآن قدم لنا التدابير الوقائية. وإذا وقع ما وقع يقدم القرآن لنا الإجراءات والتدابير العلاجية. في سورة الروم الآية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أن هذه الرحمة لابد أن نتمثلها مع غيرنا من الكائنات، مع الأشجار، مع البقر، مع الشجر، مع الحجر، مع كل الكائنات، مع السمك، مع الطائر، العصفور الذي يقتل من الإنسان عبثا سوف يعج كما ورد في الحديث، يعني يرفع شكواه إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول إلى لله سبحانه وتعالى؟ يقول: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة، لأن هذا العصفور أدرك سر وجوده. نسمع زقازيق، نسمع أصوات الطيور التي تجمل الحياة، والعصافير التي تطير في هذا الفضاء تجمل هذه السماء، ولكن هذا العصفور خلق لنا كما خلقت سائر الحيوانات، وكلها مسخرات كما سخرت الجمادات وغيرها من الكائنات للإنسان. هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بعد ذلك كلفه. الآية 70 من سورة الإسراء، ربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم، وكرامة الإنسان في آدميته، ذلك لا يجوز قطعا وبجميع المقاييس العدوان على كرامة الإنسان ولو بالإحسان. وهنا أغتنم فرصة لأوجه رسالة إلى العاملين في المجال الخيري، الجمعيات الخيرية وأهل الإحسان: يحفظوا كرامة اليتامى، يحفظوا كرامة الأرامل، لا تصوروهم وتبعثوا بصورهم إلى الإنترنت، إلى هذه الشبكة التي أساء الكثير استخدامها فصارت أداة دمار. حافظوا على كرامة اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين، انصروا الحق بالحق، افعلوا الخير بالخير، جزاكم الله خيرا، ولكن نحن مطالبون بمراعاة هذه الكرامة التي ذكرها خالقنا في الآية التي استمعتم إليها، سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم، ولكن حتى ذلك الحيوان له قيمة، يدرك سر وجوده. يقول هذا العصفور شاكيا إلى الله: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وثبت في السنة أن الله أدخل امرأة، دخلت امرأة النار في هرة، هرة قطة، نعم لها قيمة وهي نفس، وكلكم يعلم تتمة الحديث، لأنها لم تطعمها ولم تدعها تطلق سراحها لتأكل من خشاش الأرض. إذا تمثلنا قيمة الرحمة في حياتنا، ربنا سينظر إلينا بعين الرحمة، وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليك أيها النبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.